مساء الخير. ليس سرا أن صراع ليبيا بات يتجاوز حدود الخلطة الداخلية والتناقضات التي انكشفت منذ سقوط نظام القذافي. قد يخيل أن أمر الصراع يدور بين شرق ليبيا وغربها، أو بين من يسعى لدولة مدنية ما ومن يسعى إلى دولة لا تبتعد عن منطق الجماعات الإسلامية. وفي هذا وجاهة لا شك فيها تجد مسوغاتها في تصادم بين حكومة الوفاق المعترف بها في طرابلس، وهي طبعا بمخرجات اتفاق الصخيرات في المغرب، وبرلمان شرعي منتخب مقره تبرك، بيد أن داخل عراك الشرعيات صراع إقليمي دولي لم يعد سرا على أحد. ربما أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق حول الحدود البحرية قد أشعلت أضواء كانت خافتة وخافية عن الصراع في ليبيا. باتت دول كمصر والخليج واليونان وقبرص وكامل الاتحاد الأوروبي معنية بالشأن الليبي، بالمقابل لا تخفي واشنطن قلقها من أنشطة روسية في ليبيا، ولا تخفي موسكو نفسها أجندتها في ليبيا من ضمن طوق للإطلالة على المياه الدافئة المتوسطية بعد تلك التي تحققت لها من سوريا. وعليه فأن أمن أوروبا وأمن دول الجوار كما مستقبل الغاز الواعد إنتاجا وتوزيعا في المتوسط مرتبط بشكل مباشر بمآلات معركة طرابلس وما ستنتهي إليه أمور أي تسويات بالحرب أو بالسلم في ليبيا. الأمم المتحدة تحضر المؤتمر حول ليبيا في برلين، يحضره حتى الآن 10 دول مؤثرة بالشأن الليبي، واللائحة لم تنتهي بعد. ببساطة إنها لعبة الأمم. نقاش أبعاد مع الأكاديميين دكتور أحمد معيوف ودكتور عبد العزيز أغنية. سيكون معنا من موسكو الخبير في الشأن الروسي دكتور فائز حوالة، ومن إسطنبول المحلل السياسي جواد غوك، ومن واشنطن دكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون. ليبيا لعبة الأمم بعد الفاصل. أهلا بكم. ليبيا لعبة الأمم، نقاش أبعاد لهذا المساء. قبل الدخول في هذا النقاش نشاهد سويا هذا التقرير. ليست ليبيا صراعا بين ليبيين فقط، ليس في الأمر اكتشاف باهر. المسألة بدأت منذ أن شنت القاذفات الفرنسية غاراتها الأولى ضد القوات الحكومية المندفعة صوب بنغازي في ربيع عام 2011. جرى ذلك قبل أن يصوت مجلس الأمن على قرار يجعل تدخل القوات الغربية مشروعا بحكم القانون الدولي. ليبيا في موقعها وفي ثرواتها تمثل تقاطع مصالح دولية وأقليمية، وليبيا في كونها ميدانا يستقطب تيارات إسلامية وصولا إلى تنظيم داعش صارت هاجسا دوليا بامتياز من ضمن مهام التحالف الدولي ضد الإرهاب. وليبيا فيما هي من ثروة جيوستراتيجية ينقسم العالم حول مصيرها مشرعا من خلال اتفاق الصخيرات في المغرب، حكومة مركزها طرابلس تتنافس في شرعيتها مع برلمان مركزه طبرق، وخلف هذا وذاك مرجعيات كبرى لا تتيح الوصول إلى نقطة التوازن الكبرى. المبعوث الدولي غسان سلامة لا يواري الكلام، يقول إنه لو كان العالم متفقا حول ليبيا لكان الليبيون قد اتفقوا. الجدل يدور حول قيام دولة مدنية يتم الدعوة إليها من بنغازي، أو دولة غير مدنية تطالب بها التيارات الإسلامية المتوارية خلف حكومة فايز السراج في طرابلس. والخلاف يطال دول الجوار، ذلك أن أمن بلدان مثل مصر وتونس والجزائر ودول أفريقية أخرى مرتبط بنيويا بأمن ليبيا في الشرق كما في الغرب، لكن المصالح تتنافر أيضا بين روسيا والولايات المتحدة من ضمن الصراع حول النفوذ في البحر المتوسط كما في أفريقيا. والمصالح تتناقض أيضا من داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما وفق الواجهة العلنية بين فرنسا وإيطاليا. بيد أن تلك العلاقة التي ربطت طرابلس بأنقرة أفرجت عن خطة تركية يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان تذكر بالعثمانية الغابرة، لكنها وحدت كل بلدان العالم ضد عبث تسعى إليه تركيا داخل خريطة شبكات الغاز الواعد في البحر المتوسط. ربما أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أردوغان والسراج تجاوزت خطوطا حمراء تستدعي قلب الطاولة في ليبيا.
دكتور أحمد معيوف، أهلا بك. طبعا القصة لها علاقة بالأمم، أصبحت واضحة جدا أن ليبيا لم تعد صراعا داخليا بين وجهات وقبائل وتيارات سياسية، لا أعرف إذا كان ذلك دقيقا أم لا، لكن دعني أولا أسألك السؤال الأساسي، هل فعلا أي آلية داخلية في ليبيا بإمكانها أن تدفع عن ليبيا هذه المنافسة الدولية، أم أنه لا تجاوز الأمر ويجب الأخذ بالاعتبار السيرة الخارجية قبل الدخول إلى أي تسوية داخلية؟ أعتقد أني رأيي في التسوية من ناحية أن الليبيين يجلسوا مع بعض على طاولة الحوار دون عون دولي ما يكاد يكون من المستحيل، لأن الشرخة كبيرة الآن، والملف طبعا زي ما حضرتك تعرف متشابك، وليس فقط طبعا صراع داخلي يكاد يكون غائب في المشهد الليبي، وإنما صراع موجود زي ما أنت تفضلت في حرف الحلقة هذه سميتها لعبة لومهم. ففي أكثر من ملف في الملف في من صراع في الملف الليبي، يبدأ بالصراع. بهو رأيك لعبة الأمم بدأت من عام 2011 أم دخلت الأمم بعد ذلك؟ لأنه على الأقل في مؤتمر برلين الذي يحضر له كان كلام أنه سيعقد في ديسمبر، الآن يتحدثوا عن يناير. ما قرأته حتى الآن أنه في 10 دول، وما قرأته حتى الآن أنه أيضا في 3 دول مرشحة للانضمام إلى هذا. نعم. وأيضا لا أعرف إذا معلوماتي دقيقة، لن يحضر الليبيون هذا المؤتمر. طبعا أنه هو أهداف مؤتمر برلين، أهداف مؤتمر برلين هو تحييد الدول الداعمة للفرقاء السياسيين، وبالتالي حتى في نظر يعني وجود الليبيين ممكن يكون معنوي يزيد من قيمة المؤتمر، لكن غيابهم لا يؤثر كثير جدا في مخرجاته. وبالتالي وزي ما تفضلت أن فيه مثلا دول أخرى يقال بأنها تضاف، لأن في مكالمة تقريبا اليوم تسربت بين أردوغان وبين ميركل على أساس بأن في 3 دول أخرى ستضاف إلى 10 اللي تحدثت عليهم. لكن زي ما قلت لك الصراع في ليبيا خرج عن طوال يد الليبيين، لأن بعده إقليمي ودولي، يتمثل تقريبا في تقديري يعني في 4 ملفات رئيسية. الملف الأول اللي هو ملف الأيديولوجي، وطبعا الملف الأيديولوجي داخلين في الدول العربية بتقل كبير جدا بالإضافة لتركيا. وبعدين عندك أنت الصراع الاقتصادي، هذا كله تقريبا يتشكل في الدول قضية النفط والغاز. وبعدين عندك الملف الأمني، هاجس من ناحية التسرب الجماعات الجهادية من جنوب الصحراء لليبيا، طبعا هذا ملف يقلق الفرنسيين بالدرجة الأولى، ولحد كبير لحد تاني أيضا يقلق الإيطاليين. ملف الهجرة، وإحنا شفنا مثلا قضية الأكواريوس لما وقفتها إيطاليا منعتها من دخول موانئ الإيطالية، فصار فيها حدة صراع بين فرنسا وبين إيطاليا في الملفات هاي. زيد بعدين الملف الأخير اللي دخل في الفترة الأخيرة في الشهرين الأخيرات اللي هو النفوذ، النفوذ السياسي، النفوذ اللي هو بيتحول الآن فيه نوع من الصراع بين روسيا وبين أمريكا في الملف الليبي. فأصبح الحقيقة متشابك جدا، وبالتالي أي نجاحات ممكن يحققها مهما كانت مؤتمر برلين، أي نجاح ممكن يحقق قد يلطف من عملية الأزمة الليبية. دكتور عبد العزيز، هل عندما تجتمع كل هذه الدول من أجل تسوية في ليبيا هل هذا خبر جيد؟ ومعرفتنا عن هذا الانقسام، وأساسا ليس هناك نظام دولي، وكل يوم هذه الدول إما تتحالف إما تنقسم، عندما ستجتمع ما بين 10 إلى 13 دولة ليس لتقرير مصير ليبيا، للاتفاق فيما بينهم على تقاسم الكعكة الليبية، هل هذا خبر جيد؟ بالتأكيد لن يكون خبر جيد. أن دكتور محمد أثبت اليوم ما قاله الزعيم الراحل الليبي معمر القدافي، أن ليبيا حجر زاوية أساسي في المنطقة بالكامل، سواء كانت لجنوب أوروبا، سواء كانت لشرق البحر الأبيض المتوسط، أم لغربة، أم لدول الساحل والصحراء وأفريقيا. وهذا أصبح واقعا خلال 8 أو 9 سنوات، ومثل ما تفضل الدكتور أحمد على كل الأسس الإقليمية والأمنية والاقتصادية والعسكرية، تنسيق مؤتمر برلين على تقاسم الكعكة في ليبيا. لكن هل فعلا هذه الدول التي تتضارب مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية فعلا عندها ما تقدم للليبيين؟ أنا أعتقد لا، وأعتقد بالدرجة الأولى الملف الليبي ما زال بأيادي الليبيين، القلة القليلة هي التي ما زال بأيادي الليبيين. نعم، ما زال يعني بأيادي الليبيين. يعني أنا أريد أن أفهم آلية المبعوث الدولي،
غسان سلامي الذي كان يجول بين المناطق الليبية وبين التيارات والأحزاب الليبية، وبعد ذلك قرر أن الأمر ليس كذلك ويجب أن نزور بين العواصم المؤثرة في ليبيا. لا تنسى أن الدكتور غسان سلامة له حيتيتين، حيتية أن ينجح في هذه المهمة وحيتية أن يحافظ على هذه المهمة. في إطار محافظة على هذه المهمة، الأمم المتحدة لم تدخل في قضية صراع وحلتها، بالعكس بل زادت تعقيدا، لأنها تفتح في مجالات أخرى جانبية لكل الطلبات الموجودة في داخل بوتقة الصراع. الدكتور غسان سلامة أنا حقيقة أتطلع إلى مذكراته عندما ينهي مهامه في العمل الليبي، لأنه ستكون مذكرات العربية الفاهم الذي يتكلم لغة البلد والذي ربما ينطلق من نفس تفكير أهل البلد، وبالتالي سيلقي بالضوء كثيرا على كثير من الخفايا الغائبة نحن والذين ننظر حتى بشيفونية للمشهد الليبي أنه هو طبيعي وأنه هو عادي. اليوم في ليبيا، وربما هذه نقطة أختلف مع الدكتور أحمد فيها، لماذا أقول أنه بيد الليبيين؟ لأن المسألة الأولى اليوم اللي في ليبيا هي فرض الأمن ومحاولة جمع الليبيين داخل إطار ليبيا بتقدم القوات المسلحة الليبية، الجيش الليبي، على ما تبقى من مجموعات بسيطة أصبحت للأسف الشديد هي مخلب القط لمجموعة الإسلام السياسي ومجموعة غاز البحر الأبيض المتوسط عن طريق تركيا ومجموعة الميليشيات اللي موجودة في طرابلس التي تشكل خطر على إيطاليا وتشكل خطر على جنوب على فرنسا وعلى جنوب. دعني أدخل في هذه التفاصيل، لأنه يعني حتى الآن عندما يعني يتم التواصل بين زعماء البلدان وخصوصا في التحضير لمؤتمر ميونخ، لدينا شعور وكأنه هذه المنظومة الدولية غير موافقة على الحسم العسكري، وممكن أكثر أن تشرح لنا لاحقا. سأذهب إلى واشنطن. دكتور أدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون، أهلا وسهلا بك. دكتور أدمون، أنا بدأت فيك، أولا صار في تسليم أنه الوضع الليبي ليس لم يعد ليبيا، مع أنه الدكتور عبد العزيز يعني غير موافق على هذه المسألة، لكن أريد أن أسألك أيضا عن الموقف الأمريكي. نحن منذ عام 2011 لم نفهم هذا الموقف الأمريكي، لدينا كان شعور أن الموقف الأمريكي كان داعما للموقف الفرنسي البريطاني، بعد ذلك انسحب بعد مقتل السفير الأمريكي، لكن في الأسابيع والأيام الأخيرة كان في مواقف أمريكية منتقدة خصوصا للأنشطة الروسية. ماذا تريد واشنطن من ليبيا؟ فعلا هذه كلها أسئلة مهمة، بدون شك أن الإدارة الأمريكية أو في البداية في عهد الرئيس كلينتون عندما بدأت المسألة كان هناك نوع من التردد في لعب دور، ولكن الولايات المتحدة اتبعت الموقف وأرادت دعم الموقف الأوروبي في ذلك الوقت، وبالتالي فإن الأوروبيين كان يمكن القول في ذلك الوقت أنهم كانوا هم الذين جروا الولايات المتحدة. ولكن على الرغم من ذلك فإن الولايات المتحدة كان لديها مصالح في ليبيا، مهتمة بما يجري في ليبيا، كان هناك اتفاقيات مع النظام السابق، ولكن إلى حد ما تم تجاهل هذه الاتفاقيات، على الرغم من أن النظام السابق قدم تنازلات مهمة للولايات المتحدة. ولكن أيضا الولايات المتحدة كانت تنظر في ذلك الوقت إلى على الأقل في بعض دوائر الخارجية ودوائر الاستخبارات أن هناك متغيرات في المنطقة ككل، وأن هناك ربيع عربي قادم على المنطقة، وأن من مصلحة الولايات المتحدة أن تدعم هذه القوى، قوى التغيير في المنطقة، القوى التي كان كالكثير من صحيح يعني دكتور أدمون كان يعني ممكن كنا نفهم هذا الموضوع أن الولايات المتحدة كانت تعتبر أن هذه الساحة الليبية هي جزء كما تقول تماما من ساحة كل المنطقة اللي هي في التغيير، وكان أيضا في قناعات أمريكية أنه علينا دعم هذا الإسلام السياسي على الأقل الإخواني قبل أن ينقلب الموقف الأمريكي. لكن أيضا لدينا شعور أن الولايات المتحدة لم تكن واضحة في ليبيا، حتى الآن لا نعرف هذا الموقف، هل فعلا الولايات المتحدة بسبب الانكفاء عن المنطقة بما فيها هذه في ليبيا، هل الولايات المتحدة أجندة في أفريقيا أو في شمال أفريقيا؟ لا أعتقد أنها مسألة انكفاء عن المنطقة، أعتقد أن هناك أيضا عدم وضوح في الرؤية، هناك تباين في المواقف بين المسؤولين
الأمريكيين أنفسهم داخل المؤسسة الأمريكية. هناك من يعتقد بأنه من مصلحة الولايات المتحدة، من مصلحة الدول الغربية، الدول الحليفة، وحتى من مصلحة دول المنطقة أن يحدث تفاهم، أن ينتهي النزاع في ليبيا. ولكن هناك أيضا آراء أخرى تعتقد أن هناك خطر روسي بدأنا نسمع عنه كثيرا، خاصة عن التعاون بين قوات الجنرال حفتر والجيش ليبيا، الجيش الليبي الوطني والروس، والحديث هناك عن مرتزقة روس، ولكن الإدارة الأمريكية والكثيرين في الإدارة الأمريكية لا ينظروا إلى هؤلاء. دكتور إدمون، مهم هذا الذي تقوله، يعني الولايات المتحدة فعلا هذه التصريحات صدرت لانتقاد الموقف الروسي. لم نسمع الموقف الأمريكي من الاتفاقية الأخيرة التركية مع حكومة الوفاق في طرابلس، علما أن حلفاء الولايات المتحدة، نتحدث عن الاتحاد الأوروبي، نتحدث عن فرنسا، عن اليونان، عن قبرص، عن إيطاليا، كان لها موقف منتقد وموقف متخوف جدا. هل الولايات المتحدة راضية؟ تعتبر أنه هذه يعني، وأنا طبعا على يعني على علم أن الولايات المتحدة أيضا مهتمة بسوق الطاقة في منطقة شرق المتوسط، ومع ذلك موقف واشنطن لم يكن واضح. فعلا موقف واشنطن غير واضح. من ناحية موقف الرئيس ترامب أيضا يختلف عن موقف المؤسسة أو جزء مهم من المؤسسة الأمريكية. طبعا جميعنا يتذكر عندما قبل يوم أو يومين مثلا من المكالمة الهاتفية بين الرئيس ترامب والجنرال حفتر، فأننا كنا قد سمعنا انتقادات تندد بموقف حكومة بنغازي، وبالتالي فأن يعني بين يوم وليلة كان هناك موقفين متناقضين في من قبل الإدارة الأمريكية. إلى حد ما أيضا رأينا في الآونة الأخيرة في شهر نوفمبر الماضي وفي سبتمبر الماضي كان هناك اجتماعات بين فيكتوريا كوتس نائبة مستشار الأمن القومي مع عدد من قيادات حكومة الوفاق في طرابلس، وكان هناك دعم لبعض المواقف التي تبنتها هذه الحكومة، وكان هناك لا يزال دعم لهذه الحكومة التي تعتبرها المجموعة الدولية شرعية. ولذلك كان بعض المحللين هنا رأوا أن الموقف الأمريكي فيه نوع من غض النظر عن هذه التحركات التركية، ولكن في نفس الوقت الذي لم نسمع شيء من الإدارة كإدارة على الأقل، ولكن كان هناك مواقف من الكونغرس مثلا أنه في داخل ميزانية الدفاع لهذا العام هناك بند يمنع التعامل مع تركيا، يطالب بفرض عقوبات. طيب، على تركيا. هذا طبعا يعني يدفعنا إلى أسئلتك أكثر حول موقف الولايات المتحدة بشكل كامل مع تركيا، وطبعا في الشق المتعلق بليبيا. لكن أيضا بعد الفاصل مباشرة سنستمع أيضا إلى وجهة نظر موسكو في هذا الشأن مع ضيفنا الذي انضم إلينا من العاصمة الروسية دكتور فايز حوالي بعد الفاصل. أهلا بكم في القسم الثاني من أبعاد نقاش هذه الليلة، ليبيا لعبة الأمم. لأنها لعبة الأمم أنتقل إلى موسكو دكتور فايز حوالي الخبير في الشؤون الروسي. لم تعد روسيا تخفي أجندتها في الموضوع الليبي، والمعلومات تتحدث عن دعم عسكري روسي رغم أن روسيا لا تعترف بذلك لقوات الجنرال حفتر. ومع ذلك فوجئنا بأنه موقف روسيا من التدخل التركي بين مزدوجين أيضا غير مفهوم. ما المعلومات لديك؟ بداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيوفكم الأكارم. طبعا بكل تأكيد الموقف الروسي تحدث عنه حتى اليوم الرئيس بوتين من خلال مؤتمره الصحفي الموسع، حيث قال بأنه ليس لدينا أهداف سوى جمع طرفا النزاع، وبقدر ما لدينا علاقة وصداقة متينة مع الطرفين، لذلك المهم هو جمعهم على طاولة الحوار وحل جميع المسائل عبر الحوار. وأيضا كان هناك تصريحا يوم أمس إلى عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أيضا هي قالت بنفس المجال ونفس الكلام. ولكن
بكل أسف ليبيا أصبحت محط للنزاع العالمي والإقليمي، بمعنى آخر أن هناك تأثيرا مباشرا عن القرارات والاتفاقيات التي وقعها رئيس النظام التركي مع حكومة الإخوان المسلمين المتمثلة بفايز السراج، وذلك بهدف ضمان المصالح البريطانية في ليبيا بما يؤدي إلى الضغط على الدول الأوروبية من خلال تزويدها. يعني أريد فقط أن نكرر ذلك، حضرتك تعتبر أن هذا الاتفاق التركي مع حكومة طرابلس هدفه تأمين المصالح البريطانية، هذا أيضا يعني يذهب أكثر في لعبة الأمم. بكل تأكيد، لأن تركيا هي تابعة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين الذي في حقيقة الأمر هو يمثل المصالح البريطانية في أي منطقة يتواجد فيها، نظرا للارتباط العضوي وغيره بين جماعة الإخوان المسلمين وبريطانيا. طيب دكتور فايز، في هذا المجال، طيب يعني طالما في تواصل دائم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبين الرئيس التركي، لم أسمع موقفا روسيا منتقدا للتدخل التركي في ليبيا، كيف تفهم ذلك؟ أنا أعتقد يجب علينا بالبداية أن نفهم الأسلوب الذي تدير به روسيا الاتحادية الدبلوماسية وخاصة الدبلوماسية الخارجية. ليس الأمر في التصريحات، وإنما الأمر في النتائج التي سوف تفضي من خلال هذه العلاقات الدبلوماسية الجيدة والمتينة. وبكل الأحوال كان هناك اتصالا هاتفيا بين الرئيسين بوتين و رجب طيب أردوغان، وتحدثا ليس فقط في الموضوع الليبي وأيضا في الموضوع السوري. لذلك أنا أعتقد مرة أخرى أكرر وأؤكد، لأننا هل تلمح دكتور فائز، هل تلمح أنه قد يكون هناك تعاون، يعني شكل تعاون بين روسيا وتركيا يشبه هذا التعاون الموجود، أنا أتكلم في ليبيا، يشبه التعاون الموجود في سوريا، علما أنه أيضا في ليبيا روسيا وتركيا ليس لوحدهما، هناك الأوروبيين، هناك المصريين، هناك الجزائريين، هناك دول الجوار. لا أعتقد على الإطلاق، لأن هذا الأمر إن حدث هذا الأمر فهو يعني التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، ودائما روسيا الاتحادية تلتزم بالقوانين الدولية وعلى رأسها عدم التدخل بالشؤون الداخلية، ولكن وكعضو دائم في مجلس الأمن هي أيضا ملتزمة بتأمين السلم والأمن الدوليين. وبما أن ليبيا والوضع الليبي يهدد الأمن والسلم الدوليين، فقوافل الهجرة التي تكون في غالب الأحيان تمر عبر الموافقة الأمريكية وإن كانت غير المباشرة باتجاه أوروبا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها برنامج، وهو بعد موضوع أسلمت أوروبا وإتمام أسلمت أوروبا عبر اللاجئين وموجات اللاجئين التي خرجت من تركيا باتجاه أوروبا، تبدأ اليوم عملية أمركة أوروبا، وهذا يعني أنه يتم نقل المهاجرين من الدول الأفريقية ومن العمق الأفريقي وتوجيههم باتجاه أوروبا، وبالتالي بالدراسات وبالمواقف. يعني هذا طبعا إذا كان الهدف هو الاستهداف الوحدة الأوروبية، فبالتالي يعني لدينا الشعور أنه هدف مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي لا أعرف إذا كان متناقضين. على كل حال سأعود إليك دكتور فائز، أريد منك دكتور أحمد هيك تفسير ليبي لما سمعت حتى الآن. أولا، هل لديك معلومات عن حجم التدخل الروسي؟ طبعا روسيا تنفي أي تدخل بشكل مباشر. أنا أستخدم يعني أستمع إلى إعلام الصادر عن طرابلس الذي يتهم روسيا مباشرة بهذا. بالنسبة للتدخل الروسي أعتقد لا غبار عليه، موجود يعني، لكن طبعا يتفاوتوا في تقدير بس حسب المستشفيات الميدانية. طب لماذا الخجل في هذا الموضوع؟ يعني إذا كانت لروسيا، روسيا عندما تدخلت في سوريا تدخلت بشكل علني، لماذا تخجل في ليبيا؟ لا أستطيع أن أفسر هذا الأمر، ولكن الحقيقة وجوده موجود. هم طبعا أولا نحن يجب نعرف بأن علاقة روسيا مع الجيش الليبي قديمة ترجع للعهد معمر القذافي.
المشير حفتر يتحدث اللغة الروسية، وروسيا تعتبر أنه الغرب خدعها في موضوع ليبيا. في هذا أختلف مع بعض الناس، لأن حينما تم التصويت على القرار رقم 1973 كان أوريدي المجلس الانتقالي الليبي موجود وتم في الاعتراف به من عديد من الدول، فكان معروف بأن النظام القذافي سينتهي. يعني هذا لماذا يروجون هذه؟ والله هم طبعا يردوا التفسير يقولوا على أساس أنه كان فيه نوع من الخلاف في الملف هذا بين بوتين وبين رئيس الدولة رئيس الوزراء يعني هو بين رئيس الدولة وبين بوتين بين الشخصين هذوما، فكان في خلاف. فطبعا يقال بان الرئيس البوتيني يرغب بان يورط ديميتي في ملف الليبي، وبالتالي اسمح لمجلس الامن ان يتخذ القرار هذا. يعني التفسيرات تختلف، كل واحد يفسرها حسب وجهه نظره. لكن انا اختلف في ان الروس ما كانوش واعيين بان النظام سيؤول الى نهايته، يعني بدليل زي ما قلت لك ان المجلس الانتقالي كان اوريدي موجود واعترفت به عديد من الدول في ذلك الوقت، وروسيا نفسها اعترفت نهائيا في ذلك. انك تلمح انه موسكو كانت ايضا متورطه في موضوع الاطاحه بالنظام. لا شك لان هو للاسف ان العقيد معمر القذافي ما كانش ليه علاقات جيدة. طب كيف تفسر حاليا موقف روسيا وموقف تركيا؟ يعني تركيا في طرابلس وروسيا تدعم حفتر، وبالتالي هم يتواصلون ويتحدثون عن تعاون مشترك. هو حتى هذه فيها إشكالية، لأن الحقيقة في بعض المصالح المتناقضة بين روسيا وبين تركيا، في تقديري مثلا ملف الحدود البحرية هذه تسعى في تركيا من خلالها إلى السيطرة على عبور أنابيب الغاز لأوروبا. وبالتالي تريد ان تتحكم في الملف هذا تحديدا، لا يخدم روسيا لان هذا مناهض لروسيا. روسيا لان هي المزود الرئيسي بالغاز لاوروبا، فاذا كان في منافس اخر لها في المنطقه فبيكون منافس اقتصادي. فالملف هذا شائك الحقيقه، العلاقه الاقتصاديه بين روسيا وامريكا، بين روسيا وسوريا. لكن عندي نقطتين بنحاول نفهمهم بالنسبه ان يكون حل ليبي. الحقيقه هذه النقطه اختلف معها مع عبد العزيز في أن الليبيين غير متفقين في عديد من الملفات، مثل قضية الجيش. الجيش مش كل الليبيين يعترفوا بأن الجيش اللي يقودها حفتر هو الجيش الوطني، بدليل صارت أكثر من اجتماعات في القاهرة لتوحيد الجيش ولا وفشلت. فما زال فيها جيش آخر مقابل لي في المنطقة الغربية. هو في خلاف على شرعية الحكومة في طرابلس، في خلاف على شرعية البرلمان. بالضبط، هذه الخلافات لأن قراءات الفرقاء للاتفاق السياسي تختلف، كل واحد يشوفها من وجهة نظره. ودائما نقول أن المجتمع الدولي لما نقول إحنا الحكومة المعترف بها لا نعني بأن الحكومة الاشتراكية هي المعترف بها، وإنما المجتمع الدولي يعترف بالاتفاق السياسي. فالاتفاق السياسي يضم كل الأجسام اللي على الساحة الليبية. أنا سمعت تفسير ليبي يفرق ما بين الحكومة المعترف فيها والحكومة الشرعية، يعني هناك اتفاق أخرج حكومة اعترفت الدولة العالم بالاتفاق وبالحكومة، هذا لا يعني أن هذه الحكومة شرعية. هو في تقديم الأمر، لأن لما تتكلم عن الحكومة المعترف بها تنسى بأن في حاجة يسموها المجلس الرئاسي المعترف به. الحكومة هذه حكومة تسير على المال، صح ما اتفقش بها. هذا فهذا الموضوع هذا موضوع مهم جدا، أنك أنت تتفرق في يعني تعطي المصطلحات الحقيقية للمؤسسات الموجودة في ليبيا وعن ضوها تستطيع أن سأعود إليك أستاذ عبد العزيز، لكن أريد أن أشرك معي الأستاذ جواد جوك في إسطنبول. طبعا تركيا هي حجر الزاوية في هذا الانفجار الأممي الذي أصبح واضحا من خلال ردات الفعل التي خرجت من هذه الدولة أو تلك ضد المذكرة التفاهم بين تركيا وبين حكومة الوفاق. أولا، هل تركيا متأكدة بأنه مجرد أن يعقد الرئيس التركي والسراج هذا الاتفاق العالم سيسكت وسيصفق وسيسهل الأمر، أم أنه أيضا مذكرة التفاهم كانت إعلانا تركيا للعالم بأنها تطالب بحصتها داخل سوق الغاز في البحر المتوسط؟ تحية لك ولضيفكم ولمشاهدينا الكرام. نعم، بالنسبة إلى طلب تركيا أن في عملية تنقيب الغاز، هذا طلب مشروع، طلب شرعي ومطالبة شرعية ومن حقوق تركيا كسائر البلاد. لكن المشكلة الأساسية هنا ليست ناشئة عن الاتفاق مع حكومة ليبيا في طرابلس. المشكلة الأساسية والعرقلة في المنطقة
تنشأ عن عدم التنسيق بين تركيا ومصر بصراحة. اللاعب الأساسي هنا في البحر المتوسط مصر قبل ليبيا، لكن لأن الحكومة التركية علاقات وموقفها السلبي من دولة مصر الكبرى هي التي جرت الأمور بهذا الشكل، أن نزلت تركيا إلى الاتفاق مع جهة في ليبيا. طب كيف تفسر هذا منشأ المشكلة؟ كيف تفسر أن يذهب، يعني ما هي أولوية الرئيس التركي لكي يذهب لتوقيع مذكرة تفاهم تستفز مصر، تستهدف مصر؟ أولا يعني بسبب أنه الحكومة التركية، لنسأل عنها أنه متى يصل الدور أن نرجح مصلحة وطننا على مصلحة أيديولوجيات الأفكار الحزبية. لأن مشكلتنا مع مصر ليست من مصلحة تركيا بصراحة، أتكلم عبر قناتكم الكريمة. لابد أن تحسين وتطبيع العلاقات مع مصر، لأنه اتفاق مصر مع إسرائيل واليونان بهذا الشكل كان سببها لأن تركيا كانت غائبة عن الحوار مع الجانب المصري، لأن الحكومة التركية أخذت. وبالتالي وكأنك تؤكد سؤالي أستاذ جواد أنه كل هذه مذكرة التفاهم هي طرق أبواب كل هذه الدول الأوروبية، نتحدث عن اليونان، عن قبرص، نتحدث عن إسرائيل، عن مصر، ربما لبنان وسوريا بعد ذلك، كل هذه حتى منتدى الغاز الذي تم إنشاؤه في يناير في القاهرة أوائل هذا العام، هي تطرق كل هذه الأبواب لتقول أنا موجودة وأريد حصتي. هل هذه الرسالة؟ طبعا هو يريد أن يقول نحن موجودين، بس كما قلت يعني من حق تركيا عن تنقيب الغاز في منطقتها، لكن تأخرت تركيا أولا بصراحة، يعني من سنة 2000 لحد الآن كانت دولة مصر قوية مع اتفاقات في المنطقة، ومصر من أولوياتها أن تنسق مع تركيا، لكن الحكومة التركية رفضت التواصل مع الجانب المصري وبقيت تركيا غريبة. طيب أستاذ جواد، هل تذهب، هل الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تحدثت عنها التركية، هل تذهب باتجاه تدخل عسكري تركي لصالح طرف في ليبيا؟ هل إلى هذه الدرجة ممكن المخاطرة؟ طبعا بالنسبة إلى التدخل العسكري في ليبيا، اليوم كان هناك اجتماعات في البرلمان التركي، الأحزاب المعارضة بالخلاصة قالوا أنه ما نتحمل من التدخل في سوريا باقي على عاتق تركيا، الآن نريد أن ندخل إلى ليبيا في مرة أخرى، أو مثلا إذا نكون طرفا في داخل ليبيا فمعنى أنه حصتنا ومنافعنا التي بقيت قليلة ومحدودة جدا حتى نضيع هذه الحقوق الموجودة. بالنتيجة قالوا أنه نحن نذهب إلى ليبيا بسيارة حريق، إطفاء الحريق، لكن ممتلئة بالبنزين، يعني قد يفجر حرب عالمية ثانية. سأعود إليك أستاذ جواد، مهم جدا المداخل التي تحدثت عنها أستاذ دكتور عبد العزيز في هذا الشأن. طبعا حضرتك مصر على الحل الليبي، هل برأيك هناك حل عسكري في طرابلس، وهل هذه الدول كلها تسمح بهذا الحسم العسكري؟ وهذا هو جوهر قولي، إن الحل في ليبيا حل ليبي الذي يعقد المسألة الليبية، مثل ما حضرتك تكلمت في هذه الحلقة والزملاء وإخوتك الضيوف، يعني الأخوة الضيوف تكلموا، إن تعقيدات التدخلات الخارجية والإقليمية لما لها من مصالح استراتيجية، ومثل ما قلت أنا في بداية الحلقة، ليبيا حجر زاوية مهم في المنطقة بالكامل، وكل حسب وجهة نظر الحل الليبي المطلوب من الليبيين ليس استرضاء أو إرضاء شواد المشهد الليبي الداخلي، وعندما أقول شواد المشهد الليبي الداخلي أقصد به تيار الإسلام السياسي، أقصد به مصطلح المدن المنتصرة التي ورثت نظام القذافي في 2011 وأخذت السلاح إلى داخل مدنها وأصبحت لا تعامل الليبيين ولا حكومة، بالعكس اعتدوا على أكثر من مرة على رئيس وزراء، كم من مرة اعتدوا حتى طبقوا قوانين مثل العزل السياسي وغيرها، وهذه كل الأشياء هذه التي ساهمت في تعقيد المشهد الليبي. الحسم العسكري أولا، يعني لم يعني المعركة ضد طرابلس يعني صار لها شهور،
ولم تنتهي هذه المعركة. المعركة أستاذ محمد، دكتور محمد، المعركة في بنغازي أخذت 4 سنوات للتخلص من هذا الورم اللي هو الجماعات الإسلامية أو الفكر الإسلامي المتطرفة التي تتحالف فيه قوات الجيش الليبي اليوم مع السعودية ومع مصر ومع الإمارات، باعتبار أن هذا التنظيم لو تمكن من مقدرات ليبيا سيشكل خطرا استراتيجيا على هذه الدول وكثير من دول المنطقة. طيب. أوروبيا لا تخشى أوروبا ولا العالم ولا واشنطن ولا غيرها من الدول من يسيطر على أطراف السياسية، لأنه مجبر أن يتعامل مع هذه الدول في إطار المصلحة والإطار السياسي. الليبيين لا يشربون البترول، الليبيون ينتجون البترول. أوروبيا ليس لها علاقة بهذا الصراع الديني، الصراع الداخلي السياسي، وهذا تعقيد له علاقة بالملف الإقليمي بين تركيا بين قطر بين مجموعة الدول الداعمة. حتى التنسيق الليبي، التنسيق القبرصي اليوناني مع مصر هو تنسيق مصالح وليس له علاقة بدعم الموقف المصري مثلا في ليبيا. لا، ليس له علاقة بدفع. بعد الفاصل سأتوجه إلى واشنطن. قد يعني نستطيع أن نفهم من الولايات المتحدة بعد هذا النقاش كيف يمكن أن تدلي بدلوها السلبي والإيجابي في هذا الموضوع، ولم أعرف حتى إذا كان هناك موقف أمريكي من مؤتمر ميونخ برلين المقبل. ليبيا لعبة الأمم، نقاش أبعاد لهذا المساء إلى واشنطن دكتور إدموند غريب. نحن نعرف طبعا اهتمام الولايات المتحدة بسوق الغاز، ونعرف أيضا اهتمام الولايات المتحدة بترسيم الحدود البحرية خصوصا بين لبنان وإسرائيل، يعني أرسلت مفادين كثيرين، واعتبرنا أن الولايات المتحدة معنية أيضا في هذا السوق، علما أنه حتى الآن الشركات التي نعرفها على الأقل في بعض الشواطئ، يعني شركات فرنسية إيطالية وروسية وحتى أمريكية في أعتقد في القرب من قبرص واليونان. هل هذا يعني أن الولايات المتحدة الآن تنظر وتريد أن تقطف ثمار هذا الصراع يوما ما، أم أنها كما هو الحال في سوريا تسمح لروسيا بالتقدم في مناطق تنكفئ عنها نسبيا؟ فعلا هذه أسئلة كما تفضلت مهمة جدا، ولكن إذا نظرنا إلى الرأي الأمريكي أو الرؤية الأمريكية، بدون شك أن الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة هي منشغلة إلى حد كبير بما يجري في مناطق أخرى من العالم، إن كانت فيما يتعلق بصراعها مع الصين ومع روسيا، أو فيما يجري في مناطق أخرى من العالم في أمريكا اللاتينية التي ترى الولايات المتحدة أنها انكفأت إلى حد ما عنها، وهذا سمح ببروز قوى معادية لها، ولذلك فإنه لا نرى نفس الاهتمام. ولكن هذا لا يعني بأننا لا نرى تحركات أمريكية. فيما يتعلق بليبيا مثلا، كان أحد الأسباب التي أدت إلى بعض التصريح إلى نوع من مجموعة من التصريحات التي جاءت من ناحية من بعض المسؤولين في الإدارة ومن ناحية من قياديين في الكونغرس الأمريكي، كان هناك تعبر عن الانزعاج من الموقف الروسي، وكأنها كانت رد فعل على ما يرى المسؤولون الأمريكيون على أنه تدخل روسي، وأن هناك محاولة الآن بقيام روسيا بإرسال قوات إلى المنطقة، وكأن ذلك هو إلى حد ما يهدد المصالح الأمريكية. وهناك مشروع قانون الآن في الكونغرس الأمريكي قدمه قادة مجلس الشيوخ ومجلس الديمقراطيون والجمهوريون، وبالتالي هذا المشروع يقول بأنه يجب معاقبة وفرض عقوبات على كل من يتعامل مع روسيا بما في ذلك. وهذا جلب إلى الأذهان حسب بعض التصريحات والتحليلات هنا الجنرال حفتر نفسه، لأنه هو أيضا لديه جنسية أمريكية وجنسية ليبية. ولكن الأمر هو أبعد من ذلك. الولايات المتحدة لا تفرق بين قوات واغنر على أنها متعاقدين قوة مجموعة خاصة شركة خاصة والحكومة الروسية، موقف الحكومة الروسية. ولذلك فإن الموقف الأمريكي وخاصة في الكونغرس في بعض الدوائر العسكرية وحتى داخل وزارة الخارجية وداخل بعض مجلس الأمن القومي ينظر إلى الأمور من وجهة نظر التهديد الروسي. ولكن في نفس الوقت هناك أيضا هذا الصراع
على الموارد الذي تشهده المنطقة ويشهده العالم إلى حد ما، وسنرى تصعيد لهذا الصراع على الموارد، وهذا ما يفسر إلى حد ما الموقف التركي، لأن تركيا تعتقد بأنه خسرت أو ليس لديها حصة، ومن هنا جاء اتفاقها مع حكومة الوفاق. طبعا يعني تضيء على شأن الغريب في الموضوع أن الموقف الأمريكي يحاول قدر الإمكان عدم الاصطدام عدم الاصطدام مع المصالح التركية أو مع موقف تركيا في ليبيا. بالمقابل أيضا حتى الآن الموقف الروسي ليس صداميا مع الموقف التركي. أريد أن أشكرك جزيل الشكر دكتور إدموند غريب. أريد أن أفهم من موسكو دكتور فائز حوالي حول هذا الموقف الروسي حتى الآن. يعني سألتك هذا السؤال وقلت لي سنرى نتائج الموقف الروسي حتى الآن، يعني في أسلوب روسي في الموضوع، لكن هل ممكن تصور صدام روسي تركي هذه المرة في تركيا، أم أن تركيا لا تتحمل أو ليست على قدر القوة التي تسمح لها بالصدام مع روسيا في هذه المنطقة؟ بكل الأحوال طبعا لن يكون هناك صداما مباشرا بين روسيا وتركيا، رغم عدم تواجد الرسمي الروسي على أقل تقدير في ليبيا كما يدعي الكثيرون، ولكن هناك خطر كبير، وخاصة من خلال عدم التصريحات المباشرة الأمريكية كنتائج المتربصة من توقيع الاتفاقية ما بين النظام التركي وما بين حكومة الإخوان المسلمين بقيادة فايز السراج، والذي أصوله تعود وجذوره إلى العثمانيين. هذا من ناحية، ولكن هناك تخوفا كبيرا، وأنا أعتقد أنه هذا ما ربما يحدث طبعا، هو محاولة جر رجل الجيش المصري لمجابهة التدخل المباشر التركي في ليبيا بالتحديد. هل فعلا في احتمال منها؟ هل لديكم في موسكو هذه المعلومات بإمكانية أن يحصل صدام فعلا عسكري بين مصر وتركيا حول موضوع ليبيا؟ أنا لست مخولا ولست مصدرا رسميا للمعلومات، ولكن هذه هي تحليلات. لماذا؟ لأن ليبيا هي كانت موضع أو حديقة للحزب الديمقراطي، الذي هو على اتفاق وصحبة كاملة إن صح التعبير مع بريطانيا، وبالتالي وسائلها هي الإخوان المسلمين، وهذا ما نجده. وطبعا تواجد الرئيس المصري السيسي الذي استطاع أن يدفع الإخوان المسلمين وينهي تواجدهم في الحكم برئاسة محمد مرسي، وبالتالي أصبح العدو رقم واحد والأساسي لهم. لذلك هناك نية على ما أعتقد في الحزب الجمهوري الأمريكي أو الإدارة الأمريكية الحالية هي إحداث حرب خليجية أخرى، ولكن هذه المرة الحرب الخليجية ربما تكون على أراضي طيب. هذا نقاش آخر طبعا دكتور فائز. أنا أشكرك جزيل الشكر، حضرتك خبير في الشأن الروسي، كنت معنا من موسكو. دكتور أحمد، في هذا المجال طبعا تستمع إلى وجهات النظر، هل لديك قراءة أخرى حول ما يمكن أن تذهب إليه هذه الدول للحفاظ على مصالحها، أم أن مؤتمر برلين قد يفاجئنا بأن هذه الدول التي استعرضت قواها بشكل أو بآخر عسكريا ودبلوماسيا بإمكانها أن تتوصل إلى نقطة توازن؟ هي المشكلة كل الدول اللي نتحدث عليها الآن في تقاطع في المصالح بيناتهم، وبالتالي يتفقوا في موضوع يختلفوا في موضوع آخر. فمثلا في قضية ليش أمريكا ما تكلمتش في الملف البحري، الحدود البحرية. أمريكا لا تعترف بالقانون البحري اللي متعرف عليه ولم توقع عليه، وتركيا نفس الشيء. القانون يستند إلى أن الحدود البحرية تحدد من الأرض وليس من الأرض اليابسة وليس من جزر، باعتبار جزر مفصول عن. فأمريكا لم توقع على القرار، وبالتالي تتفق مع تركيا في الخريطة اللي رسمتها مع ليبيا. فهذا من ناحية. ناحية ثانية تأتي على 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 الاتفاقية البحرية، مصالح الجزر اليونانية مثلا. نعم فهذا طبعا إذا معتبرين قبرص جزيرة، ما هو لا، حتى كريت هي اللي جاية في النصف، فكريت تعتبر جزيرة حسب التعريف اللي يجب لها أردوغان والأمريكان، أن الجزر لها حدود بحرية ولكن ليس لها امتداد قاري. فالجرف القاري
يحدد من الأرض اليابسة وليس من الجزر، وبالتالي تتفق أمريكا في نظر هذه. لكن هذه يعني فزلكات سياسية، يعني إذا اتفقوا على صيغة معينة تنتهي هذه الفزلكة السياسية. نعم، ولهذا أرى أن الملف البحري هو الحقيقة الإشكالية اللي رفعت عليها كان ممكن تنحل قضائيا، وإنما التدخل، لكن القضية اللي أكبر اللي يخاف منها طبعا المصريين تحديدا هو الملف الأمني أكثر من الملف البحري. لأن حتى بعد ما انتقدوا الاتفاقية وحسوا بأن الاتفاقية هذه قد تخدم مصالح المصرية ترجع لهم جزء كبير من المياه الإقليمية، المياه في البحر، فطلع وزير الخارجية المصري وقال احنا يعني ما تهمناش القضية هذه كتير، لكن الملف الأمني هو اللي يهم، لأن الملف الأمني معناه في تدخل عسكري لدعم حكومة الوفاق ضد حكومة حفتر لسان فعل المصريين، والمصريين يتفقوا مع حفتر تماما بأن الحل في ليبيا لازم يكون حسم عسكري أو قضاء على الإرهاب. لما جي لملف الإرهاب، الحقيقة في ليبيا عرفتها الاتفاقية الدولية، اتفاقية الصخيرات، عرفت الإرهابيين في واحدة من البنود متاعها على أساس هم الدواعش، القاعدة، وأنصار الشريعة. أنصار الشريعة طبعا حربهم حفتر في بنغازي وتخلص منهم. بالنسبة للدواعش استطاعت حكومة الوفاق أن تقضي عليهم وتطلعهم من سرت، لأن هم كونوا ولاية في سرت، فهم استطاعوا أن يقضوا عليها، فأصبح القاعدة تقريبا موجودة في كل مناطق العالم، وهذا هاجس يهم الجميع. فعلى هذا الأساس الدول اللي تدعم الاتفاق السياسي واللي ضد التدخل العسكري ولو يعني ضمنا لا ترى بأن حفتر يحارب الإرهاب في ليبيا، وإنما يحارب الخصوم السياسيين له. ولهذا لما نقوله إحنا الملف الليبي، الحل الليبي ليس ليبي. أرى دكتور يعني عبد العزيز غير موافق كثير على هذا الكلام، لكن سأعود إليك أستاذ جراد بوك من إسطنبول. هل في يعني في الاحتمالات الموضوعة تركيا بأن تقوم دول لها مصالح مباشرة، نتحدث خصوصا عن مصر أو عن دول الجوار، بالدفاع عن أمنها استراتيجي الخاص بها برد أي تدخل عسكري تركي بما فيها استخدام العسكر؟ هل هذا احتمال وارد؟ طبعا بالنسبة إلى استخدام القوة العسكرية من قبل مصر في المياه الدولي أو في البحر المتوسط لا أتوقع ذلك، لكن ممكن أن يكون هناك أن تكون عمليات عسكرية داخل ليبيا ضد قوات تركيا أو تشديد للهجوم على طرابلس. هذه الاحتمالات موجودة وواردة، لكن بشكل عام أنا أظن أن الجانب المصري سوف يعني يفكر بعقلانية المسؤولون هناك. طيب سؤال سريع دكتور أستاذ جواد، حول الموقف التركي حاليا. تمام، واضح جدا أن كل الاتحاد الأوروبي حاليا لأسباب مختلفة ليس فقط في الموضوع الليبي لديه مشكلة مع تركيا ومع الرئيس رجب طيب أردوغان. بالمقابل أعتقد أن أردوغان يعني يستفيد من رمادية الموقف الأمريكي الروسي، هل هذا دقيق؟ طبعا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الغربية، الحكومة التركية لا تهتم بما يقولون أو تهديدات، حاليا هكذا يمشي الحال، لأنه يعني هنا في تركيا رئيس أردوغان والحكومة حكومة حزب العدالة والتنمية تريد إقناع الشعب التركي بسبب تراجع شعبية في داخل تركيا، ولهذا السبب في بعض الأحيان يأتي تصريحات لاستهلاك الإعلامي. لكن بشكل عام نعم هناك ذبابية وهناك عدم الوضوح في الساحة الليبية، وبهذا السبب ممكن أن تتحرك الحكومة التركية براحتها. لكن بصراحة هذا الموقف في تدخل أحد دول العربية بهذا الشكل نحن لا نؤيده، وأي مواطن تركي لا يؤيد بهذا الشكل الذي يقدمه رئيس أردوغان بصراحة. شكرا جزيلا أستاذ جواد جوك من إسطنبول، كنت معنا حضرتك محلل سياسي تركي. دكتور عبد العزيز في هذا الشأن طبعا استمعت للأستاذ دكتور أحمد في مطالعته حول الصراع الداخلي وتعريف الإرهاب، وطبعا لا أعرف إذا كنت موافق، على الأقل في اتفاق الصخيرات هناك تعريف تحدث عنه. أنا أقدر صدق نية الدكتور أحمد في إيجاد حل حقيقي لليبيا وحتى تعريف المصطلحات في ليبيا، لكن واقع الأمر
الدواعش موجودين داخل صفوف القتال داخل طرابلس اليوم. يعني قبل أيام خرج وزير الداخلية وفضح أحدهم، وخرج هو أيضا وفضح وزير الداخلية في علاقته بشركات الاستثمارات الأسلحة مع أقرباء الطيب أردوغان وهم والفساد الداخلي الذي تعاني حكومة الوفاق. لماذا هناك صمت دولي حول هذا الموضوع؟ لماذا لا يتحدثون عن كما تقول عن أنشطة لداعش داخل؟ تكلمت الوزير الداخلية المحسوب على حكومة الوفاق محسوب على تكتل مصراته، ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية هي من زودته بهذا الاسم. هناك كانت وحدة خاصة للأمريكان كانت موجودة في جنزور وكانت تستهدف هذه العناصر التي كانت متمركزة بعيدا عن العاصمة وهي في تحالف استراتيجي عميق مع حكومة الوفاق ومع من يحكم مدينة نصرتها. هناك تحالف دولي لمكافحة داعش، تحالف دولي، سكوت هذا التحالف؟ يعني هؤلاء المتحكمين في طرابلس من الميليشيات أنكروا وجود داعش في سرت لفترات طويلة من الزمن، وتسجيلاتهم وتصريحاتهم الصحفية مسجلة موجودة في المكتبة الإلكترونية العالمية. وهؤلاء لم يعترفوا بوجود داعش إلا عندما أعلنت داعش عن نفسها. المواطن الليبي العادي يعرف ما يحدث ببلده كثير المعرفة وبأدق التفاصيل، ويعرف أن اتفاق السخيرات اتفاق ولد من المؤخرة بين مجموعات لم تتحصل، سقطت في انتخابات 2012، سقطت في انتخابات 2014، وبالتالي استخدمت البلطجة السياسية وذهبت إلى اتفاق السخيرات واستصدرت قرار ضد مجلس النواب واغتالت رئيس الأمن في طرابلس، والذي بناء على رسالته أن طرابلس غير آمنة لتمركز مجلس النواب وذهب مجلس النواب. يعني تعرف دكتور عبد العزيز ان الدول الكبرى يعني ممكن ان تعتبر هذا ارهابيا يوم الاثنين ثم تتفق معه يوم الاربعاء، يعني في هذا هل تخاف من مؤتمر برلين؟ هل تخاف من ان تتفق الدول على حساب ليبيا؟ والله هذا دائما موجود في كل ملفات العالم وليس في ليبيا فقط، ولهذا يعني اتمنى ان الليبيين يرجعوا شويه لعقولهم ويجوني طاولة المحادثات ويوقفوا الحرب هذه، لكن الحرب الحقيقة هي اللي زادت أزمة ليبيا. بس بالنسبة لقضية الدواعش من الأول، يعني من أول ما وطلعت في الإذاعة هذه وقلت أن عملية حفتر هي إما انتحار سياسي قد يكون حفتر بسبب أن الناس ما تتفقش معه في حرب في معركة طرابلس، لأنهم توسط تعريفهم الإرهاب يختلف. واعتقد نعتقد جزما بان الحرب كانت جاذبه للتيارات المتطرفه. يعني انت ما تقدرش تمنع التيارات المتطرفه تدخل في المعركه. كان في تصريح شهير قبل اشهر للرئيس بوتين يتحدث عن هجره للداعشيين من من شمال سوريا باتجاه ليبيا، وبالتالي كان يغمز من قناه تركيا في هذا الشأن. يعني مثلا هو صرح تصريحات هذه لكن كر وجود قواته في طرابلس، فهذه التصريحات لها مغزى بالنسبه لهم هم اللي هم اهداف بحقها. هي قضيه الارهاب الحقيقه في المنطقه بتاعنا بصوره عامه الحقيقه، ليس ليبيا استثناء، نستخدموا فيها زي ما يستخدموا الاوروبيين واليمين المتطرف في الاسلاموفوبيا. طالما في اسلاموفوبيا خلت كل التيار اليميني يتصعد في اوروبا، فنفس الشيء احنا نستخدمه في علكه الارهاب. لا يعني هذا ان ما فيش ارهاب، صح حربناه في اكثر من منطقه في يبدا، لكن الصراع ما فيش مش من السهل انك تقنع الليبيين الا بعض منهم بان هو صراع عباره عن صراع سياسي من اجل طيب هو صراع سياسي طبعا وصراع امم كما حاولنا ان نشرح قدر الامكان، لا اعرف اذا كان توصلنا الى قناعات حاسمه. اشكر الجميع، دكتور احمد معيوف الاكاديمي والمحلل السياسي، دكتور عبد العزيز اغني الاعلامي والاكاديمي، اشكر من موسكو دكتور فائز حوال الخبير في الشان الروسي، ومن اسطنبول جواد جوك المحلل السياسي، اشكر ايضا من واشنطن دكتور ادمون غريب استاذ العلاقات الدوليه بجامعه جورج تاون. ليبيا لعبه الامم، كان نقاش ابعاد لهذا المساء. شكرا للانتباه، الى اللقاء.